والابن الروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته الآن كل أوان إلى دهر الدور كلها أمين. النهاردة احنا معانا الموضوع الطب النفسي الأرثوذكسي، وهو علم نعتبره أنه غير مطروق في كنيستنا، وإن كان مطروق فهو مطروق في حدود ولم يأخذ بعد مكانته في احتياجات الخدمة، سواء من ناحية تنظيرية أو من ناحية العملية في واقع خدمتنا. النفوس اللي بنخدمها سمينة جدا 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 وغالية على قلب المخلص، تحتاج إلى كل تكريس وإلى كل صلاة وإلى كل معرفة وإلى كل تفاعل، وتحتاج منا لمزيد من التلاقي والتعليم. وأعتقد أن الكتاب اللي قدمته تصوني الغالية تصوني يؤنى هو كتاب مفتاحي ومدخل للتعامل مع النفس البشرية من منظور آبائي أرثوذكسي. الكتاب موجود على الانترنت وموجود يباع ايضا في مكتبة مجلة مرقس. انا احب ان انتوا تزوروا مكتبة مجلة مرقس لان فيها جدد وعتقاء، وستجدوا من بينها الكتاب بتاع الطب النفسي وكتب اخرى قامت تصوني بترجمتها وتعريبها. النهاردة الموضوع هيدور حوالين مدخل الطب الأرثوذكسي، أرجو أن احنا نصحصح كده هوت ونستفيد، ولو في باور بوينت احنا هنستأذن من تصوني أن احنا نبعته لكم على الجروبز بتاعت طلبة المدرسة، سواء للحاضرين أو لم يتمكنوا وهم كسر. أعتقد أن الدبل يعني الناس، في ناس كتير جدا النهاردة ما جاتش، وناس كتير سألوا هو في محاضرة ولا لأ عشان الجو. احنا معادنا ثابت وما نقدرش ان احنا نلغيه من اجل الفائدة. بتشكر كتير خالص لتصوني انها تمكنت انها تيجي. هي بتعتبر في مصر بتبقى مش في اجازة، ده بتبقى في طحونة اكتر من يعني اي اوقات اخرى. مشكورها كتير وانها يعني جت لنا. هي كانت الصبح مع الاباء الكهنة، ويعني كونها انها تحطنا واحنا مدرسة في تيرانوس، مدرسة غلبانة كي جي وان كده على قد حالنا، انها ايه يعني جاءت لكي تعلم المصدرة وغير الموجود. وبصلوات الاباء تبقى فايدة كبيرة النهاردة، ونستفيد نتعلم ونفرح نفهم نفسنا كويس. زي ما قالوا القديسين، اعرف الله واعرف نفسك واعرف ضعفك واعرف الشيطان واعرف كيف تطلب النعمة. في غمار كل ده نقدر ان احنا ندرك ما ادركنا المسيح لاجل. يدينا ربنا نعمة وبركة بصلوات الاباء، يدي تصوني الحبيبة النعمة والصحة والمعونة لكي تنتج ويكسر ثمرها، ولربنا المجد دائما ابديا امين. أنا فرحانة أكون معاكم، وأبونا بيقول يعني المصدرة وغير الموجود، فلا طبعا أبي يعني مدرسة تيرانوس سمعتها واصلة في كل حتة، وأنا بشوف محاضراتكم الجميلة على النت وعلى اليوتيوب. ربنا يبارك، وعندكم طبعا كنز جميل أبونا بكتبه وبأبحاثه وباهتمامه بالدراسة الجميلة بتاعتكم، وربنا حافظ عليكم. وأتمنى بنعمة ربنا أن احنا نقضي وقت حلو مع بعض ويكون بفايدة. هحكي لكم في الأول قصة الكتاب بتاع الطب النفسي الأرثوذكسي من ناحيتين، من ناحية قصة ترجمته ومن ناحية مين الكاتب بتاعه. ده المتروبوليت أو المطران إيروثيوس فلاخوس. إيروثيوس كتبه مترجمة في لغات كثيرة قوي في العالم كله، وهو إنسان جميل قوي. أنا تعاملت معاه بشكل شخصي من خلال لما بديت أترجم، كان لازم أتواصل معاه.
حد بأمانة يعني روحانيته عالية جدا وحد جميل خالص، وأكيد هو حد مبروك لأنه عشان كتبه تترجم، عنده إنتاج غزير من الكتب العميقة جدا. يمكن من أشهر الكتب جايز قريته أو لأ اللي هو أمسية في الجبل المقدس آسوس، ده إيروثيوس اللي كتبه ويعتبر من أوائل كتاباته، وخبى شخصيته فيه، وخبى شخصية سوفرانيوس قديس سوفرانيوس اللي هو أب اعترافه أبوه. قديس سوفرانيوس ده حد بقى حدوتة تانية، حتى قريب قوي إيروثيوس كتب كتاب اسمه I know a man in Christ، أعرف رجلا في المسيح، كتب السيرة بتاعت سوفرانيوس لأن هو كان تلميذه، وكتب حكى عن التعليم اللي هو علمها له في تلمسته ليها ليه. كتاب رائع قيم جدا يعني، ربنا يديني الصحة كده ونترجم. وهو قلد سوفرانيوس لأن سوفرانيوس تلميذ سلوانوس، عارفين قديس سلوانوس الأسوسي؟ قريتوله أكيد حاجات، راجل في منتهى العمق وله كتبه. فسوفرانيوس كان تلميذ سلوانس، كتب السيرة بتاعت سلوانس، ونفس الحكاية عملها إيروثيوس إنه قبل ما يتنيح كتب السيرة بتاعت سوفرانيوس. تقليد جميل حقيقة ومفيد جدا. إيروثيوس هو مطران، اتولد سنة 45، هو مازال عايش موجود يعني تقريبا 45، يعني عنده حاجة و70 دلوقتي. درس في مدرسة اللاهوت اللي هي الكلية الإكليريكية في جامعة تسالونيكي، سنة اتخرج منها سنة 68، اترسم شماس سنة 71، نتقلمية تقريبا كنا دوب احنا بنتولد ساعتها يعني. وبعدين دي مش شماس، رسم كاهن سنة 72، اترسم أسقف سنة 95، وبعدين مطران لنفباكتوس وسانت فلاسيوس أو فلاخوس في نفس السنة، ودول في اليونان. الحقيقة هو من مشاهير المطارنة في اليونان دلوقتي، لأنه هو المسؤول عن المتحدث باسم الكنيسة هناك، واللي بيتعامل مع الدولة وبيطلع في برامج تلفزيونية كتيرة، فهو حد مشغول. اهتم بأنه يدرس اليونانية، وقعد في معهد البلماند في لبنان يدرس فيه، عشان كده هو ما بعرفش يتكلم عربي، لكن بيحب قوي الشرق الأوسط بتاعنا واللغة العربية. في فترة الحرب من سنة 88 ل 91، ورجع تاني راح هناك درس من سنة 2000 ل 2001. عنده عشق رهيب لكتابات الآباء، كان يروح يحكي في قصصه بقى، لو قريته أمسية في الجبل المقدس وقصته مع سوفرانيوس وأغلب الكتب، يحكي إزاي كان ربنا رتب إنه يبقى أمين المكتبة بتاعة الأديورة بتاعة إيسوس، فطبعاً وقع على كنز. المكتبة دي كلها مخطوطات وكلها أقوال أباء، وأكتر القديسين اللي هو كان بيحبهم هو قديس غريغوريوس بالامس، عشان كده هتلاقوا كتاباته كلها أبائية. يعني صحيح عنوان الكتاب هو الطب النفسي الأرثوذكسي، لكن حطت بين قوسين علم الأباء، وهنلاقي الروعة كأنه واحد بيعزف سيمفونية كده، دخل يتناول المفهوم الشفاء والعلاج كله أبائي، كله أبائي، جاب لنا كلها أقوال أباء، ويورينا قد إيه أبائنا القديسين بإرشاد الروح القدس كانوا فعلا فاهمين اللي إحنا لسه النهاردة فرحانين بيه، بنكتشفه في علم المشورة وفي علم النفس وفي مش عارف إيه. أبائنا كتبوا عنه من سنين من زمان لعلمهم ودرايتهم بتلفيف النفس البشرية، لأن الروح القدس كان إيه، كان مديهم النعمة ديت. فهو اهتم بالكتابات الأباء، كتب كتب كتيرة جدا، من ضمنها الطب النفسي أرثوذكسي. الكتاب دوت كان بيهتم بالفيلوكاليا، واهتم جدا انه ينقل من خلال كتب وروح الفيلوكاليا الأرثوذكسية الى الانسان المعاصر المضطرب، وده اللي خلى كتبه مترجمة للروسية والرومانية والفرنساوي والانجليزي، واعتقد بدأ يترجم في الصيني. والحقيقة هو كان عنده الحاجة الوحيدة لمترجمة للعربي هي الأمسية في الجبل المقدس إيسوس. وأنا بلا قصد مني طبعا، بترتيب عجيب من ربنا، أحكي لكم القصة، يعني قصة الترجمة بدأت إزاي. أنا طبيبة نفسية، فحد من الأباء في دير أبو مقار أهداني الكتاب بالإنجليزي، يعني ما بعرفش يوناني، هو بيكتب باليوناني وعنده حد برضه بيترجم له، بس مش كل كتبه اليونانية مترجمة للإنجليش أو للغات المعروفة بتاعتنا يعني. فالكتاب عنوانه أرثوذكس سايكوثيرابي، فحاجة تخش الطب النفسي يعني، فخد التسوني هدية الكتاب دوت،
قريت الكتاب انبهرت بيه، حتى أنا كتبت ده في المقدمة، ورحت قلت لأبونا، أنا كنت غاوية ترجمة من التلميذ على قدين أبونا تدرس يعقوب، بقى هو اللي بدأ معانا موضوع الترجمة من بدري، حببنا في الترجمة وعلمنا الترجمة، وبعرف فرنساوي وبعرف انجليزي، فقلت ايه، فاقترحت على ابونا الراهب، قلت له إيه الكتاب ده خطير قوي، ايه رأي قدسك نترجمه؟ قال لي ماشي. قلت له طب تيجي نقسمه، انا اخد تلت قدسك تاخد تلت وفلانة تاخد تلت، فلانة شخصية ما احد الرهبات يعني. قال لي ماشي. ابونا كان بياخدنا على قد عقل. وبعدين ايه، ما جاش متصور ان انا جادة في الموضوع، وده كان ترتيب عجيب من روح ربنا، فبديت اترجم التلت الوسطاني، عملت الحته بتاعتي بقى وزعتهم. وبعدين بعد شويه، هي يا ابونا انا خلصت قدسك، عملت ايه في ايه، انا ما ترجمتش حاجه بجد. طب امنا ترجم؟ لا ما ترجمتش حاجه. طب خلاص انا هكمل الباقي. فانا بديت ترجمت كتاب من النص، وبعدين رجعت اترجم من الاول. الكتاب بديت ترجمته في 2005، ترجمته بنعمه ربنا في 6 شهور، اخد بقى 5 سنين على ما يتطبع. على ما ابونا كان عنده وقت يراجع، وعلى ما يتنشر، واكيد كان لترتيب من عند ربنا انه اتنشر فعلا في 2009 2010. ودي كان فعلا زي ما لسه ابونا بيقول، كان خط جديد في مكتبه الكنيسه الارثوذكسيه بتاعتنا. ما كانش الفكر بتاع الشفاء أو الخط الأبائي بتاع أن الشفاء والكنيسة مستشفى موجود عند أبائنا، ما كناش بنركز عليه في التعليم أو في الوعظ. الكتاب الأصلي هو كتبه سنة 86، على ما وصل لنا الفكر ده، وصل لنا إحنا وترجمنا وعملنا في 2009 أو في 2010. وهو تفاجئ أن واحدة طلع له كده من مصر، أنتوا عارفين يعني أنه الجماعة الخلقيدونيين شوية بيخافوا مننا شوية يعني، فلا واحدة كده لا يعرفها ولا تعرفه، طالعة بتبعت له إيميل من مصر تعرفه بنفسها، بتقول له أنا عايزة يعني بيرميشن إن أنا أترجم الكتاب، فطنشوني كده حاجة بتاع 6 شهور ما حدش رد عليا. قالوا شوفوا ميتي يعني إيه الموضوع. وبعدين راحوا فبعت تاني، فطلع فيه الدير بتاع البيرث أوف ذا أوتوكوس اللي هو ميلاد والدة الإله، ده الناشر بتاع الكتب بتاعته رهبات، كانت الأم الرئيسة هي اتنيحت دلوقتي، كان اسمها أباس أو اللي هي طماف بتاعتنا يعني فوتيني، وكانت ست طيبة وجميلة جدا، وبدأوا يقولوا لي أوكي إحنا موافقين، بس حطوا عليا شوية شروط يعني في الترجمة، الالتزام بالمصطلحات الدقيقة، إن أنا أدي لهم ريكورد دوري بالكتاب بيمشي إزاي والقصة بيحصل فيها إيه، وإنه هو بعد كده في الكتب اللي بعدها طلب مني إن أبونا أنطوان ملكي هو في البلمنت إن هو اللي يراجع كتب، لأنه هما ما عجبهمش في الكتاب هنا إن أنا ما ترجمتش كلمة نوس، ما حطتهاش نوس، هما حساسين قوي لتعريف النوس، لأنه هو يعني هما بيزعلوا قوي إن إحنا نترجم النوس العقل أو القلب، هما بيقولوا هي لا العقل ولا القلب، هي العقل اللي نازل جوه القلب، فهي حاجة مختلفة يعني، فالحتة دي كانت مزعلاهم شوية. فبدأوا الثلاث كتب اللي بعد كده طلبوا مني إن أنا أبونا أنطوان، فعلا أبونا أنطوان حد دقيق قوي، أنتوا عارفين الجماعة الشوام في اللغة العربية يعني بيطلعوا قواميس وحاجات كده، أنا بحب العربي جدا وشاطرة في العربي، فكنت بقى بلاقيه بيشد عليا شدة بقى، يبعت يقول لي أنت بترجمة ده إزاي وحاجات كده، لكن هو الحقيقة أنا تعلمت منه، لأن هم عندهم يعني بعض الحاجات الدقيقة، الخطيئة لازم تبقى الخطيئة، التناول تبقى المناولة، حاجات زي كده، everything ما تنفعش تبقى كل شيء، هي تبقى كل أمر، حاجات من دي يعني، فأنا برضو اتعلمت الحقيقة منهم في الترجمة. ومن غير ما أقصد ومن غير ما أدري، ربنا أرشدني أن أترجم، أنا ما كانش في مخي حاجة، القصة دي دوبت شوية حواجز ما بين الكنيستين بدون مقصد، لأن ما كنت ببعت بقى لهم الريكوردز إن الكتاب اتمرس في الدير الفلاني والرهبان حابينه وبيدرس في مدرسة مش عارف إيه، فده خلاهم شافوا إن الأقباط دول مش 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 الناس الهرطقة اللي مش معانا خالص يعني، حسوا إنه إيه، لأ في حاجة بتتفتح، في حاجة مختلفة بتتفتح. ودي كانت بداية انه تقريبا دول ال4 كتب بتوعه اللي انا ترجمتهم للعربي اللي في اللغة العربية موجودين، مع كتاب تاني ابونا انطوان مترجمه له او كتابين، والكتاب الاصلي اللي هو بتاع امسية في الجبل المقدس.
لما جيت ترجمت التزمت بالغلاف الأصلي، ودلوقتي الأخير ده اللي هو الفاتح ده، دي الطبعة الأخيرة بتاعتهم أو اليونانية الأخيرة، غيروا شوية في شكل الكتاب. فأنتوا لما هتلاقوه إن شاء الله هتلاقوه بالمنظر ده. الترجم للإنجليزي كتب زي ما قلت لكم سنة 86، والعجيب أنه حكالي في مرة في إيميل بقول له يعني نيافتك يعني كاتب الكتاب ده أكيد خد منك وقت، قال لي أبدا صدقيني، هو خد مني 6 تلاتات، 6 أيام 3. فقال لي أبدا، كنت بقعد بس كده من الصبح بالليل 6 أيام 3 خلصت الكتاب. قلت له طيب ربنا معاك. طبعا ده بيورينا حاجة خطيرة قوي، بيورينا الزخم اللي جواه، حبه لكتابات الآباء، موضوع حاضر في ذهنه، هو لامم الدنيا، هو بس مجرد بيعمل ايه، بينزل بيفرغ اللي عنده. فست ايام ثلاث من الصبح بالليل كتاب بالعمق ده وبالبعد ده وبالتربيطات دي، فهو اكيد حد يعني مقاد اكيد بروح ربنا بشكل مش طبيعي. يعني اللي هو عمل سلسلة سماها تخص الشفاء، من ضمن السلسلة كتب كثيرة، منها مرض وشفاء النفس في تقليد الأرثوذكسي، وعلم الطب الروحي. وعلم الطب الروحي أنا ترجمته، وده هتلاقوه برضو، ده الشكل بتاعه، يعتبر الجزء الثاني للطب النفسي الأرثوذكسي، يعني هو يكمل وبيضيف أجزاء عملية شوية. الطب النفسي الأرثوذكسي اهتم بالفرشة، اهتم بالأقوال الأباء، والحوينة جايب أقوال أباء جميلة جدا، لكن اهتم أكتر هنا بالتطبيقات الإيه العملية للموضوع. وده اللي هو المرض وشفاء النفس التقليد الأرثوذكسي، مترجم من اليوناني الإنجليزي، لكن ما ترجمش للعربي لأن هو أغلب اللي جواه موجود في الكتابين، موجود في الطب النفسي الأرثوذكسي وفي علم الطب الروحي. إيه بقى الفكرة الرئيسية للكتاب؟ أنا بعتبر أنه أكيد كان من ترتيب ربنا أنه في يعني في تزامن غريب، يعني أعتقد حضراتكم تعرفوا أنه أنا ربنا سمح أن أنا أأسس مدارس المشورة أو مدرسة المشورة هنا في اسكندرية كطبيبة نفسية، طلب مني الأباء تأسيس مدارس المشورة، وأنتوا عارفين أنه ربنا سمح بمكاتب المشورة والكلام ده والدنيا فتحت. أنا بحس، معرفش أبائي صلحولي، أنه ده كان بترتيب عجيب من ربنا، أنه يتزامن، أنا ما قصدتهاش، الخط بتاع المشورة مع نزول الكتب دي. ليه؟ إحنا قعدنا فترة مقفولين شوية عن العلم في الكنيسة، مقفولين عن المشورة والطب النفسي والحاجات دي، وكان الفكر روحي بحت، حتى إنه كان تأتي حالات نفسية مرضية متعارف عليها نشخصها بأنها أرواح شياطين، ونشخصها بعايزة صلاة وحروب شياطين وكلام من ده. لما بدينا ننفتح على علم النفس وعلى المشورة والكلام ده كله، زي ما تقولوا كنا جعانين قوي ففتحنا قوي، فخدنا تطرف شوية. يعني أنا بقولك أنا اللي أسست الموضوع، بس أنا بقول إيه اللي موجود دلوقتي، أنا بقول إيه اللي موجود، بعترف بدوت حصل. يعني المركب ميلت شوي، إنه بقينا بقى كل حاجة بقت إيه، مشورة وعلم نفس، ونسينا الروح، ونسينا عمل ربنا، ونسينا حاجات كتير. لازم أكيد كنتوا بتكلموا في حاجة زي كده، نشكر ربنا، أنا معرفش بس بتكلم يعني روح ربنا بيقول. فالكتب دي بتيجي النهاردة ترجع لنا لإيه، تزبط نزبط الزوايا شوية. ليه؟ هو الراجل قايلها، هو له مقالات على فكرة كتير لو دخلته في مجلة التراث الأرثوذكسي دي، بينزلها أبونا أنطوان ملكي، أكيد تعرفوها، بتنزل مجلة إلكترونية، بتنزل كل شهر، بينزل فيها مقالات حلوة قوي، وبينزل كتير لإيروسيوس بره الكتب مقالات بيترجمها له. فهو مش بينقض الطب النفسي، لكن بيحكي أنه الطب النفسي له حدود، له ليميت في الآخر، والمشورة ليها ليميت. يعني حتى احنا مهما بذلنا، يعني انا بكلمكم في ده النهاردة وانا خبرتي في الطب النفسي almost 23 سنة، almost 23 سنة بشتغل في دوت، واشكر ربنا كنت ناجحة و لكن هجيب لكم الخلاصة. الطب النفسي ما بيقدمش المسيح، الطب النفسي لا يقدم المسيح، الطب النفسي بيتعامل مع ظواهر واعراض. لازم نتفق انه طبعا في أمراض، يعني هي أمراض، في كيمياء في المخ فيها مشكلة، لخبطة سيروتونين على دوبامين على مش عارف إيه، ولازم دواء ولازم علاج، زي أي طب، زي ما في واحد بيجيله التهاب كبدي بيجيله مش عارف إيه بيتعالج. لكن لو جينا بقى للإنسان المعاصر البائس اللي ما عندوش مرض بتشخيص مرض،
لكن عنده فقدان للمعنى وفقدان للهدف وفقدان للتوازن وملخبط ومتوه وبيقع في كل أنواع إدمانات كل حاجة في البحث، في رحلة بحث شقة عن معنى لحياته وعن مغزى وعن وعن، ويتوه كتير في النص. تيجي الكتب دي تعمل لنا إيه؟ تقدم العلاج المظبوط. الكتاب في أصله بالإنجليزي اسمه Orthodox Psychotherapy، فكان أبونا أنطوان بيناقشني أو كان كذا حد بيناقشني ليه ترجمتيها الطب النفسي مع أن الثيرابي هو علاج، العلاج النفسي. فأنا قلت أنا قصدت أترجمها الطب مش العلاج، لأنه الطب أشمل، الطب يشمل تشخيص ويشمل علاج ويشمل المرض ويشمل الأعراض ويشمل كل حاجة، لكن العلاج هو جست إيه؟ علاج. وهو اكتشوالي الكتاب ما بيتكلمش على علاج بس، بيتكلم طب، لانه ماشي بسيستم طبي. هنلاقي باب كامل بيسميه الارثوذكس باثولوجي، كعلم الباثولوجي وعلم الامراض في الطب، فهو عملها علم الامراض الارثوذكس، يعني ماشي بالسيستم بتاعنا بس ايه، حطها طبقها. فالفكره الرئيسيه للكتاب زي ما قدام حضراتكم ان الطب النفسي الارثوذكسي لا يشير الى الحالات الخاصه التي تعاني من امراض نفسيه وعصبيه، ولكنه يتعلق بجميع الناس. هو ده الفرق، ان الطب النفسي العادي بيعالج امراض ناس عندها مرض، لكن الكتاب ده مش بيخص واحد هيقرا كده ايه الطب النفسي ارثوذكسي انا مش مريض هرميه، ده خصنا كلنا، لان احنا هنشوف دلوقتي بالمفهوم الروحي اللي هو بيحكي فيه ان كلنا في مفهوم الاباء مرضى بالاهواء، زي ما هنحكي بعد شويه انه الباثولوجي بتاع النفس هو الهوى، والهوى في اصله جاي من سقوط الانسان، هنحكي في ده بعد شويه، نعدي على حاجه بسرعه. اهو بيقولها، السقوط، سقوط ادم ادى الى اظلام النوس. النوس بقى المصطلح اللي هم بيحبون نكتبه او نقوله زي ما هو، اللي هو بيعرفوه جوهر وجود الانسان او عين النفس. فالنوس ده لما كان ادم في معيه الله كان نوسه منور، كان illuminated، مستنير. لما سقط النوس ده ضلم. لما النوس ضلم حصل له ايه؟ كل قوى النفس فسدت وخضعت النفس للاهواء. الفكر ده عند الاباء، انتوا عارفين دايما في اباء كتير يتكلموا عن الاهواء التمانية، مش كده؟ مش هما تمانية؟ صح، تمانية، كاسيان و وثيوفان وغريغوريوس بالاماس، كتير بيتكلموا عن الاهواء التمانية، وبيقولوا ان اصل الاهواء في خلقتها هي كانت قوى للنفس مقدسة، ولكن السقوط حول القوى دي، حولها الى حاجة ايه؟ غلط، تحولت فسدت فتحولت الى الهوى. فبيقول احنا بنمسك في مشاكل، يقول لك فلان مثلا بيسرق، فلان بيكذب، ونجري على ابونا ونجري على دكتور نفساني ونلاقي الحالات بيحصل لها ايه. هو ايه اللي خلاه وقف يسال نفسه ويكتب الكتاب ده؟ قال قعدت اسال نفسي، هو ليه احنا نروح نعترف عند ابونا او الناس تيجي تعترف عنده كابونا وتطلع تعمل نفس الخطيه؟ بيقول هو مش مفروض لو واحد راح عند دكتور واداله دواء يتعالج يخف، مش كده؟ لو انا طلعت وما خفتش يبقى في حاجه غلط، يا اما ما تشخصتش صح. طب انا بعمل نفس خطيه ليه؟ المفروض ان انا اروح وعمل. فقال ايه؟ قال اصل احنا اهو، قالها، الناس يخطئون ويكررون نفس الاخطاء لان النوس مريض مظلم. عندنا في الطب حاجه اسمها سيمتوماتيك تريتمنت، العلاج العرض مش علاج المرض. ايه علاج العرض؟ عندي صداع، الصداع ده جذوره كتيره، يكون ضغط دمي، يكون جيوب أنفية، يكون مش عارف عينين، يكون إيه. ففي حاجة من اتنين، يعالج لك الصداع كعرض، أدي لك قرص أسبرين ولا قرص مسكن وخلص، بس بعد شوية هيحصل يجي لك الصداع، يا إما أقول لك لا تعالى ما ندور على جدر الموضوع ونعالجه. فهو بيقول لنا إحنا مع الأسف في الكنيسة وقفنا عند ليفل العلاج السيمتوماتيك، فيما يدخل من ضمنه المشورة وجلسات المشورة وكل الحاجات اللي بتتعمل دي مش مرفوضة، بس هي ايه؟ قاصرة، لانها ما بتدخلش جوه نفس البني ادم ونوس النوس بتاعه اللي مرض ده محتاج يحصل له ايه؟ يتعالج، ويتعالج باب مختبر مستنير، زي ما هنحكي عن ابائنا الكهنة وابائنا الاساقفة والشمامسة. عشان كده هو بيقول التقليد الارثوذكسي هو علاجي بالدرجة الاولى، فالعقائد هي تعليم عن كيفية الشفاء. ليه أبائنا حاربوا قوي على في العقيدة واهتموا؟ في واحد يقول لك انتوا فالقين دماغنا بقى باللاهوت وقاعدين ماسكين لي في حرف وماسكين لي في مش عارف، أصل النتيجة هتفرق في ايه؟
بيفرق قوي لو انا كدكتوره اكتب لك دواء بجرعه 10 مللي من اكتب لك دواء بجرعه 20. الحرف اللي في اللاهوت اللي قاعدين بيتخانقوا عليه ظهور ده هيفرق في حقيقه تؤدي الى شفاء او لا شفاء، توصل لشفاء او لا شفاء. فهي القصه مش انا متمسك هي مش صفصطه، هي مش قصه صفصطه وفلسفه وخناقه احنا الجدعان واحنا الاحسن وانتوا الصح وانتوا الغلط. هي القصه انه ده تقليد علاجي، اي خطا فيه يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى كوارث. ففي فرق كبير قوي جوهري. الراجل ده ارثوذكسي اصيل قوي، يحب الارثوذكسيه وليس عن تعصب ولكن عن قناعه بالتقليد الابائي لانه حب الاباء قوي وعاش فيهم. فقال في فرق كبير قوي بيننا وبين الطوائف في الطريقه التي يتحقق بها الشفاء. فيقول لك هو ده كلامه مش كلامي، فبيقول ليس لدى البروتستانت اي منهج علاجي بالمره، لانهم يظنون انه عندما يؤمن شخص ما بالله فانه يولد ثانيه ويخلص بطريقه اليه. طب فين يا عم النص اللي ضلم؟ هو النص اللي ضلم ده عايز جهاد وعايز ارشاد وعايز النفس ترجع تتشكل تاني. ما اسهل على الله انه مغفوره لك خطاياك بكلمه وخلصت. ما كان ممكن ربنا يعني لو خلينا نفترض، خلينا هرتق شويه، كان ممكن ربنا يخلصنا بكلمه يعني، ما كان غفر لنا، مش هو قادر، ما كان غفر لنا بكلمه. لكن هو ما لا يتخذ لا يشفى، مش كده؟ ما لا يتخذ كله لا يشفى كله. فلو ما كانش نزل وخد الجسد بكل ضعفاته بكل بلا خطيه طبعا بكل ما فيه، ما كنتش انا خدت نعمه الشفاء. فالقصه مش قصه غفران خطيه، غفران خطيه ده اسهل حاجه في الحدوته. الاصعب دايما هو ايه؟ تجديد النفس، الانتقال، الدخول في المراحل اللي هو بيوصفها الثلاث مراحل، التطهير، الاستناره، الاتحاد بالله. فالبروتستانت بالنسبه لهم قال قبلت المسيح، قبلت المسيح خلاص خلصت، ما خلصتش. طب وليه بقى بعد ما انا بخلص بالفكر بروتستانتي برجع ازني؟ ليه برجع اشرب سجاير؟ ليه برجع اغلط؟ لان الشفاء ما ايه؟ ما اتخذش في الشفاء، ما فيش استناره للنوس. الكاثوليك عندهم منهج علاجي، لكن المنهج العلاجي بتاعهم خارجي جدا، يعتمد على الاعمال الخارجيه وممارسه التامل والانضباط، لكن ما يخشش يضرب في الجدر من جوه في العمق، الهوى، ان انا اعمل كده تراكينج للهوى رايح فين وجاي منين. الفكر بتاعنا بتاع بستان الاباء كده لما يقول لك فقال له الشيخ الروحي ان انت قلت كده عشان انت الهوى كان جواك هوى كذا، او يقول لك انا غضبت فما بيقولوا له انت ما ردتش، قال لهم اه بس الاهم من انا ما ردتش ان هوى الغضب اللي جوايا مش عارف ما يبقاش موجود. اهتمامهم كله بالنوس، بالقلب، بالتطهير، بالايه، بالشفاء. أبونا لو قدسك عايز توقفني في أي وقت توقفني، عايز تدي أي كومنت يعني قدسك، عيش حياتك. عايز أقول إن هم إن أنطوان ملكي وال والمطران كاتب كلمة النوس، هو يقصد به الذهن أكثر، على أساس إنه الفيجن كلها، الرؤية كلها اللي هي بتوصل. وكتب كتير يعني، من ضمن الحاجات اللي هنستجليها مع تصوني، تخيلوا انتوا ان الشفاء النفسي هو كل من الناحية التنظيرية، والناحية التنظيرية هو موجود في كتابات الاباء، ومن الناحية ده الارثوذكس، كلمة ارثوذكس في الاستقامة، الارثوباراكسية اللي هي الطريقة العملية اللي هي بتوصل للاباثية اللي هو اللاهوى، ده موجود في خبرة الآباء وفي سير الآباء. فالتربية الأرثوذكسية الليتورجية والنسكية بتؤدي إلى أن الذهن يمسحن أو يطبع بطبيعة الخليقة الجديدة، وأن يبقى الغير المنظور منظورا الذي نأخذه بالأسرار. ده التعليق اللي انا كنت عايز اقوله في الجزئيه بتاعتك. اشكرك. الارثوذكسيه بقى المنهج مختلف. في الارثوذكسيه المنهج علاجي كامل، بيعرف الصحه هي الوصول الى الاتحاد بالله، لان دي الحاله اللي كان ادم مفروض يوصل ليها. فين؟ في الفردوس قبل السقوط. ده اللي كان مفروض ادم يعني الجول بتاع الخلقه بتاعته انه يعملها. وبالتالي الشفاء في نظره
هو العبور من حالة السقوط إلى حالة الاتحاد بالله. يبقى بالمفهوم ده وبالتعريف ده مفيش حد فينا مش محتاج للشفاء، مش كده؟ هي مش قصة أنا مجنون ولا أنا بمفهوم الطب النفسي التقليدي بتاعنا العلماني أو العلمي، ولا أنا مش مجنون فأنا مش محتاج طبيب نفسي. لا، إحنا هنا كلنا محتاجين الطبيب النفسي اللي هو الكاهن أو المرشد أو اللي هيساعدني في هذا إيه العبور. بيرجع يقول إنه مش هينفع إنسان يتعافى من أمراضه الروحية برا الكنيسة. عشان تتعافى من أمراضك الروحية لازم تبقى جوه الكنيسة، والكنيسة مش جدران ولا حيطان، لكن الكنيسة هي جسد المسيح اللي من خلال الشركة مع الله بشارة الملكوت هنحقق الشفاء، شفاء يتحقق. فالشفاء ليس نظام نظري ولكنه عمل الكنيسة. الحتة دي بقى خطيرة قوي. عندنا الكنيسة سامحوني فقدت شوية اليومين دول الجول بتاعها، الخدمة شوية فقدت الجول بتاعها، تهنا شوية في الأنشطة وتهنا شوية. أنا ما بقولش ما نعملش ده، لكن بقى لما يبقى ده هو كل حاجة يبقى فيه خلل. عمل الكنيسة بحسب فكر الآباء هو الإيه؟ الشفاء. والشفاء هو العبور من حالة السقوط إلى حالة الاتحاد بالله. يبقى المفروض كل مرة أخش الكنيسة أطلع عامل إيه؟ في حركة أو ليفل أعلى بخطوة باخدها ناحية تحقيق الشفاء بتاعي وناحية اتحادي بربنا. كل مرة هخش الكنيسة مش هلتقي بالله ولا هتحد بالله ولا هحصل على شفاء من هوا جواي ولا هحصل على استنارة في هوا جواي، يبقى أنا ما استفدتش من الكنيسة، يبقى الموضوع مش صح. كل قداس هحضره لو لم أخرج عندي حاجة اتحققت في مسيرة الشفاء بتاعي، يبقى أنا في حاجة مش صح، في خلل، في حاجة مش مظبوطة. بيقول ايه، في نقطة خطيرة قوي في اللاهوت الغربي بيقارنها بين اللاهوت الغربي واللاهوت الشرقي. ويمكن اللاهوت الغربي مين لي، معرفش ابونا يصلح لي، اغسطينوس وتوما الاكويني، مش كده؟ بينظروا للخطية من منظور القانوني والاخلاقي، ليجل، حتى ليجل، فيتكلموا قوي عن عدل الله واستيفاء عدل الله على الصليب، والآب اللي كان العدل الابن يحقق العدل والكلام ده كله. لكن هو بيشوف في الأرثوذكسية لما حلل أقوال الآباء والفكر الآباء، عشان كده سماه علم الآباء، قال لا، قال الكنيسة الأرثوذكسية تنظر للخطية من منظور طبي علاجي كما هو معبر عنه في كتاب المقدس تقليد الآباء. وبالتالي أنا مش هبص هنا للخاطي على إنه إيه، ما هو فيه الفكر القضائي مذنب، قضائي، عدل، دينونة، محكمة، مش كده؟ الصليب هو كده. ما هو لو خدنا الخط ده يبقى كل حاجة هناخدها في الخط دوت. ولكن في الفكر العلاجي، هتبقى الكنيسة ايه؟ مستشفى، مش هيئة محكمة. وهتبقى الكنيسة مكان للعلاج مش مكان للقضاء. ممكن يكون شكل الكلام بسيط، لكن ده منهج كامل، منهج كامل لما يطبق يختلف. ومنهج كامل لما الأب الكاهن يتبناه، لو هيتبنى الفكر اللاهوتي الغربي بدون ما يقصد، هيبقى كل إرشاداته للناس هي إرشادات دايما بتتكلم عن إيه؟ الدينونة والعدل والبتر والله والحساب ويمكن ده فكر شوية برضو قريب شوية من الفكر الإسلامي سمها أو عذاب القبر والحاجات دي. لكن المفهوم العلاجي توتالي مختلف. ومعاملات المسيح في الكتاب المقدس كلها، احنا مش محتاجين بقى لو يعني القصه ده موضوع كبير. عشان كده ابونا مشكورا في المقدمه قال انه الكتاب ده او الكلام ده هو بدايه خط، يعني الترجمه للعربي فتح كنيستنا شويه على الخط، فتحنا على اقوال اباء في الخط الايه، الشفائي العلاجي، بدل ما احنا كنا طول الوقت دايما مبهورين باغسطينوس واللاهوت الغربي اللي هو القضائي و. فبتعبير اخر ننظر للخطيه على انها مرض الانسان بعد انفصاله عن الله، وبالتالي يتطلب الامر شفاء. طيب ده بالتالي هيغير الغرض من التجسد. يبقى الغرض من التجسد مش مجرد استرضاء للعدل الالهي كما يفترض علم اللاهوت الغربي، ولكن شفاء الكيان الانساني. المسيح ياخد كل حاجة عشان يعطيني الإمكانية، يعطيني إمكانية الشفاء.
ليس العبارة دي بحبها جدا ودي من أقواله هو، أنا واخدة دي باراجرافات من الكتاب بتاعه، ليس الله المدعي العام الروحي ولكنه طبيب يشفي الإنسان. عبارة صغننة قوي بس تعمل منهج حياة. ليس الله المدعي العام الروحي ولكنه طبيب يشفي الإنسان. أكيد كلكم عارفين القصة بتاعت فولتير اللي هو الفيلسوف الفرنسي، عارفين فولتير ألحد إزاي؟ كانت المربية كانت تاخده بالليل، تاخده هو صغير زمان توديه الكنيسة الكاثوليكية بتاعتهم، كان في عين كبيرة كده مرسومة في الشرقية بتاعت الكنيسة بتاعتهم، فالمربية تقعد تقول له إيه؟ خد بقى طبعا العين دي تحتمل إيه وتحتمل إيه؟ عين الله، تنفع تبقى إيه وتنفع تبقى إيه؟ تنفع تبقى الساهرة الراعية الحنينة اللي بتخلي بالها مني، وتنفع تبقى العين الإيه؟ إن ربك لإيه؟ لبمرصاد. فالمربية قعدت تقول له إيه إن ربك لبمرصاد؟ خد بالك العين دي شايفاك، لو أنت روحت وعملت حاجة غلط من وراء أي حد ربنا شايف. أنا القصة دي، فالراجل لما كبر كتب في كتابات بتاعته وقال قررت أتحرر من هذا الإله اللي هو ما عندوش حاجة غير أنه قاعد يراقبني في أوضة نومي أنا بعمل إيه. ليه بقول لكم القصة دي؟ عشان أوقات إحنا كتير من ولادنا الإلحاد انتشر، فيه كتير من الخطايا انتشرت، إحنا نفرنا لو مننا خدام أو خدمات أو أباء كهنة، نفرنا من غير ما نقصد ولادنا من ربنا، لأن إحنا قدمنا لهم صورة الله المدعي العام الروحي ولم نقدم صورة الطبيب الإيه؟ الشافي. فده يمكن it's time إن إحنا نغير المنهج شوي. الحتة كنا بنحكي فيها المسيح من خلال تجسده اتخذ الطبيعة البشرية بجملتها لكي يشفيها، لأن ما لا يتخذ لا يشفى بحسب القديس غريغوريوس اللاهوتي. الحتة اللي جاي دي مهمة قوي، بيقول ان طريقة الكنيسة العلاجية تختلف عن طرق الطب النفسي. ليه؟ قالك الطب النفسي anthropocentric. anthropology هو علم الإنسان، فأنثرو هو الإنسان، فأنثروبوسنتريك يعني متمركز حوالي الإنسان. مدارس علم النفس كتيرة، مدارس العلاجية في علم النفس كتيرة، ولادنا بينبهروا قوي، والناس اللي بتدرس مشهورة ومش متخصصة ومش فاهمة بتنبهر. يقول لك في مدرسة اسمها الترانسبيرسونال أناليسيز، ومدرسة المايندفولنس والتأمل والمش عارف ايه، مش واخدين بالهم ان في مدارس أصلها إلحادي، أصلها وثني، أصلها مش مظبوط. فمش كل مدرسة علاجية وقدمها لي الطب النفسي أقبلها. فعشان كده خطورة الجري وراء المشورة بلا تخصص واعي روحي روحي بيودينا في حتة بعيدة قوي، ودينا في حتة بعيدة. ليه؟ هتلاقي آخر أقصى حاجة للغرض من المدرسة، المدرسة العلاجية، الإنسان، الإنسان ثم الإنسان. يقول لك في مدارس إنسانية. إيه مدارس إنسانية؟ يقول لك في مدارس سلوكية ومدارس تحية، مدارس إنسانية، القصة في الإنسان، عمال ينفخ في الإنسان، الإنسان الإنسان anthropocentric. يعني كل حركات حقوق الإنسان دي طالعة منين؟ طالعة من الأنثروبوسنتريك. خلاص إحنا بنقله الإنسان، وتحت بند حقوق الإنسان بقينا بنعمل إيه؟ كل واحد النهارده بيطلع يقول لك ايه حقوق الانسان، حقوق مش العيال الصغيره تقول لك حقي ومش حقي. انثروبوسنتريك ده مش الفكر الابائي ومش الفكر المظبوط. لكن المنهج العلاجي بتاعنا بتاع الكنيسه هو يسميه ثي انثروبوسنتريك، ثي ثيو الله، فثي انثروبوسنتريك يبقى الانسان متحد بالله، يبقى هو مركز او متمركز حوالين الانسان المتحد بالله. ده الكتاب، مش عارفه انتوا اكيد شايفينه مش شايفين الكتاب. عباره انا هعرفكم بسرعه عن الكتاب، مش عارفه لو حد فيكم قراه ولا قريتوا حاجه لسه هتبداوا. طب اي هوب ان انا افتح نفسكم يعني عليه. الكتاب متقسم لست ابواب غير طبعا المقدمات. الباب الاول بيتكلم عن الارثوذكسيه كعلم علاجي. انا هعمل بسرعه، همشي معاكم في الكتاب بسرعه عشان ادي وقت هلخص ايه الحاجات الرئيسيه. اوكي ابي وندي وقت بقى لو في اي حد محتاج يسال، بس انا يهمني انتوا تطلعوا بال نقول ايه الجوهر القصه او السمري بتاعت الكتاب. الباب الثاني وده باب خطير قوي، بيتكلم عن المعالج الارثوذكسي اللي هو ابائنا الكهنه وابائنا الاسقفه.
ما بيتناولش أبونا من المنظور بس الطقسي، أبونا اللي بيعمل قداس وأبونا اللي مش عارف بياخد اعترافات وقصة كده. كتاب في منتهى الروعة في الحتة دي وبيحكي عن أبونا كطبيب ومعالج يشخص، وبيقول ليه في ناس أباء كهنة بنروح لهم ونعترف ونطلع بنفس المرض، وفي أب كاهن أو 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 راهب أو whatever تقعد تسمع منه كلمة واحدة تطلع من تحت إيديه في حاجات كتير أو تغيرت جواك، حاجات اختلفت. هنحكي في الحتة دي. الباب الثالث بيحكي عن العلاج نفسه. الباب الرابع بيتكلم عن علم الأمراض الأرثوذكسي، والخامس بيتكلم عن السكون، الحركة السكونية أو الهدوئية، في كده حقبة كده كانوا بيهتموا بالحركة السكونية كطريقة شفاء، وفي الآخر بيتكلم عن علم المعرفة الأرثوذكسي. هعدي مع حضراتكم بسرعة، وأبونا منين ما نحب ناخد بريك وتسكوليه. أول حاجة بيحكي إن الأرثوذكسية هي علم علاجي. الباب الأولاني أول حاجة قال، طب أنا الأول قبل ما أعرف الأرثوذكسية أقول هي المسيحية. فلو تفتكروا إن المسيحية هي واحدة، الناس بتبص لها أوقات على إنها واحدة من عدة فلسفات وأديان معروفة منذ القدم، وبيقول صحيح هي المسيحية لا شك هي فلسفة، هي ليست فلسفة بالمعنى السائد اليوم، لأن الفلسفة هي نظام للتفكير. لكن الحتة اللي احنا حاطينها بالبولد هنا إن الفرق الجوهري بين المسيحية والفلسفة هو أن الفلسفة تفكير بشري، على حين أن المسيحية هي إعلان إله. المسيحية قائمة على إيه أصلاً؟ على الكتاب المقدس، مش كده؟ مين لي يعني؟ الكتاب المقدس هو إيه؟ إعلان. فما أقدرش أبداً، واللي هيخش يدرس كتاب مقدس بروح فلسفة مش هياخد حاجة. لو ما طلبش إرشاد روح القدس وإعلانات الله وهو بيدرس كتاب أو بيقرأ في مسيحية أو مش هياخد حاجة، لو داخل بس عشان يهد ويكسر مش هياخد حاجة. فهي ليست اكتشافا من الإنسان ولكنها إعلان من الله عن نفسه للإنسان، وبالتالي كان مستحيل على المنطق البشري أن يصل لحقائق المسيحية. لذلك أتى الكلمة الإله الإنسان، أي المسيح كلمة الله، حيث كانت الكلمة الإنسانية إيه؟ عاجزة. كلمة هو بيقارن مقارنة جميلة قوي بين كلمة الله وكلمة الإنسان. كلمة الإنسان هي الفلسفة عاجزة، لكن كلمة الله حية إعلان من الله هي شيء مختلف تماما. بيقول في نفس الوقت هو بيقارنها الأول بالفلسفة، نمرة اتنين بيقارنها بالدين. المسيحية دين، وإحنا بيكتبوا ديانتنا في البطاقة مسيحية. فبيقول بالإضافة ما أقدرش أبص مسيحية لأنها دين، هي مش مجرد دين زي ديانة البوذية ولا ديانة اللي مش عارف الإسلامية ولا ديانة إيه، لا إحنا مش دين. بيقول فهي على الأقل ليست دينا يقدم نفسه اليوم. ليه؟ لأنه عادة ما يصور الله في الأديان يعني على أنه ساكن السماء، يوجه تاريخ البشرية من هناك ويضبط الأمور بشدة، ويحصل على سعادته من الإنسان الذي كان قد سقط إلى الأرض في مرض وضعفه، كأن ربنا ده قاعد في البتاع بتاعته فوق بيوم يعطي أوامر ونواهي، وربنا ده بينبسط لما يتفرج على البني آدم مزلول كده وتعبان وساقط. ده فكر الدين، وبالتالي في حائط بيفصل ربنا عن الإيه؟ الإنسان، والإنسان هو اللي علينا يعمل إيه؟ يتسلق الحائط. يعني في أغلب الأديان العيب يقع على مين؟ عشان يعرف الله أو يوصل لله لازم يعمل شوية حاجات عشان يعرف ربنا. لكن إحنا قصة مش كده، إحنا مين اللي بيجينا؟ ربنا اللي مشي المشوار ده، هو اللي نزل، هو اللي قطع المشوار وجه في التجسد. عشان كده هو بيقول إنه المسيحية مش دين. فبيقول بيجي الدين بقى يبقى معونة فعالة للإنسان عشان يوظف شوية طقوس دينية في هذا الغرض. مفاهيم الأديان عامة إنه الدين يساعدني أوصل لربنا أو أسترضي الإله أو أقدم له ذبايح أو أعمله مش عارف إيه. أكيد المسيحية مش كده، ولكن طبعا في خطورة إن إحنا أوقات الفهم الخاطئ لمسيحيتنا في وسطنا ناس بتاخد المسيحية كإيه؟ بالفكر دوت، بفكر ده مش مظبوط طبعا. بيقول في رؤية تانية تنص على الإنسان يشعر بالعجز في الكون ويحتاج لإله قدير لكي يساعده في ضعفه. فهنا ربنا بقى إيه؟ المعين أو البنك اللي بيساعد أو 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 الإله الطبيعة أو الحد اللي هسترضيه عشان يجيب لي الحاجة اللي أنا عايزة. بحسب هذا المفهوم، العبارة دي خطيرة قوي، فإن الله ليس هو الذي يخلق الإنسان ولكن الإنسان هو الذي يخلق الله. يعني إيه يخلق الله؟ عارفين كوستي باندلي قريتوله الكتاب بتاع
إله الإلحاد المعاصر، كتاب جميل قوي أنصحكم تقروه، هتلاقوه على الإنترنت. راجل كوستي ده راجل جميل بيكتب حاجات حلوة قوي، بحبه جدا. بيقول إله الإلحاد المعاصر، بيقول بفيت إكسبريشن حلو عنده قوي، بيقول أصنام الله. يعني إيه أصنام الله؟ بيقول إحنا أوقات بنخلق صورة عن الله غير الواقع بتاع ربنا خالص، والصورة دي أنا بأسقطها إسقاطات نفسية جوايا على صورة ربنا، فأنا اللي خلقت الإله. فسمهاو إحنا بنعبد أوثان، سمهاو لأن ده وثن لصورة عن الله أنا خلقتها. لما أخلق عن الله صورة القاسي الديان اللي أعيد لي على الوحدة اللي مش عارف، ربنا مش كده أو كده، بس مش من معنى دوت. الله هيدين طبعا بس مش من معنى دوت. فهنا بيقول بحسب الفكر ده إيروثيوس، بيقول إنه الإنسان هنا هو اللي بيخلق الله، مش الله اللي بيخلق الإنسان. وبالتالي ولد الدين كعلاقة للإنسان مع الإله المطلق، بمعنى أنه علاقة بين أنا وأخر مطلق. طب العبارة دي فيها إيه غلط؟ مش دي حقيقة علاقتنا بالله، علاقة بين الأنا والأخر المطلق؟ إيه رأيكم؟ هنا بيقول إنه في الأديان الأخرى خلقوا علاقة بين الأنا والأخر المطلق اللي هو الله، بالنسبة لهم أخر مطلق. هل الله بالنسبة لنا أخر مطلق؟ ده التجسد أول حاجة عملت إيه؟ كسرت الحدوتة دي، كسرت الدنيا دي. ده احنا بنقول الشفاء هو الاتحاد بالله، اتحد بيه، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، فما فيش بارك طبيعي. هو مش أخر مطلق، هو مش حد قاعد في البرج العالي هناك. بالإضافة إلى ذلك يرى كثيرون الدين على أنه وسيلة. ماركس وأخواته لما قال الدين أفيونت إيه؟ الشعوب. فبيقول أن الدين وسيلة ينخدع بها الكثيرون إذ يحولون رجاءهم إلى الحياة الآتية، وهكذا تستخدم السلطات الغشيمة الدين لكي تضغط على الناس بواسطته. هل نقدر نقول أن المسيحية دي كده؟ المسيحية مش كده، المسيحية مش كده خالص. المسيحية هي أعلى من التفسير والنظريات، لا يمكن احتوائها داخل مفهوم وتعريف معتاد للدين. فالله ليس الآخر المطلق، ولكنه شخص حي في اتحاد ملموس مع الإنسان. الله فينا، في المسيح، كل حاجة بولس الرسول يقول في المسيح، في احنا فيه هو فينا، احنا فيه هو فينا. فده موجود يختلف توتالي، فما أقدرش أعرف المسيحية على أنها ديانة بالمعنى دوت. بالإضافة لكده، ويمكن ده مع كامل احترامي لآباء الكهنة، ففي فترة كده الوعظ دايما كان يتكلم عن إيه؟ استحمل الصليب وبكرة هتتمجد في السماء، استحمل الصليب وبكرة هتتمجد في السماء. وده تعب كثير من ولادنا. ليه؟ ما بقولك طب عايشني النهاردة موتني بكرة، يعني أنا لسه هستنى البكرة، أنا عايز حاجة دلوقتي. هو إيه الفكر؟ يعني حتى إنه البعض بقى في الهجوم قالك المسيحيين دول ساديين ولا ماسوشيين، ماسوشيزم، بيحبوا الألم ويتلذذوا بالألم ويقعد يقول للناس استحملوا ويضحكوا عليهم ويخدروهم، مازوخيين. مازوخيين هو ماسوشيزم. وبالتالي فيقول له استنى بقى ربنا معاك بقى، بكرة ما روح السماء متحوشها لك أكاليل قد كده. الفكر ده خطير على فكرة. ليه؟ لأنه الملكوت بيبدأ فين؟ هنا، هنا الملكوت يبدأ هنا. عشان كده الاتحاد بالله يبدأ هنا ويبدأش هناك. أنا مش هستنى لحد ما موت وابقى اتحد بيه هناك. أنا لازم أبدأ أعمل إيه؟ حركة الشفاء للنفس. ما أنا لما هطلع هناك أنا هاخد معايا مين؟ النوس ده هيطلع معايا فوق، ده هو ده إنسان القلب الداخلي، إنساني الداخلي، هو ده أنا، هو ده الكينونة زي ما كنا بنحكي مع الآباء. إنسان الباطن، مش كنا بنحكي مع الآباء، هو دي الكينونة بتاعتي، الهوية يا بن، الهوية. بس كنت بقول هوية فصلحوها لي، قالوا لي اسمها هوية، هوية. فده اللي انا هاخده فوق. لو اخدته مريض، بالكم الحتة، لو اخدته مريض هيحصل ايه؟ هيبقى في خلل في الاتحاد بربنا الفوق. لان كل ما احصل على الشفاء بدري بدري هنا، كل ما درجة الاتحاد يحصل ايه؟ على فكرة الاتحاد ده مش نقطة بوصل لها وبتخلص، الاتحاد ده أبدية. يعني ده هنقعد نتحد ونتحد ونتحد، مش كده؟ ماء للركبتين والكعبين والركبتين والحقوين ونهر لا يعبر. فالفكر الخاطئ اللي انتشر في بعض الوعظ وكده عشان يهدوا الناس وبتاع، معلش شيل صليبك والأكاليل متحوشة، ده فكر مش سليم، مش فكر علاجي ولا شفائي. احنا الفكر بتاعنا زي ما هو بيقول، فالمستقبل في المسيحية يعاش في الحاضر ويبدأ ملكوت الله في هذه إيه؟
الحياة. عشان كده الكتاب ده لذته وروعته إنه هو مش كتاب نظري، ده كتاب اللي بتاعنا يعيش، بتاع النهاردة، بتاع دلوقتي. يعطينا هذا التعفف الحق لأن ندعي أن المسيحية ليست فلسفة ولا ديانة طبيعية. نرجع تاني، رجعني قولي المسيحية هي إيه؟ شفاء بصورة رئيسية، فهي شفاء لأهواء المرء بحيث يستطيع أن يصل للشركة والاتحاد مع الله. طيب ده يوصلنا إن إحنا هنصنف الناس في الكنيسة إلى مين؟ مرضى وخاضعين للعلاج وقديسين شوفوا بالفعل. يعني إيه بقى؟ كلنا داخلين كنيسة، قلنا كنيسة مستشفى مش كده؟ في ناس المرض درجات، في واحد لسه بيتعافى، في واحد تعافى بس تعافى خطوتين قدام، في واحد تعافى 10 خطوات قدام، وفي واحد تعافى وعد. تمام؟ فده أولا يدي روح اتضاع. ليه؟ كلنا تحت العلاج، كلنا تأثرنا بسقوط آدم، وكلنا خدنا الفساد مش كده؟ وبالتالي والفساد هو إظلام النفس والخضوع للأهواء. يبقى كلنا في مسيرة ماشيين على سكة، بما فينا أبونا والأسقف والبطرك وسيدنا وكل البشر، بما فينا أصغر واحد، كلنا ماشيين على مسيرة الشفاء من الأهواء ومسيرة استنارة النفس بتاعتي. بس في واحد زي إيه سبق، وفي واحد لسه إيه بيبدأ، درجات، محدش أحسن من حد. عشان كده بيقول لا يصنف الآباء الناس إلى أخلاقيين وعديم الأخلاق، صالحين وأردياء، على أساس قواعد أخلاقية. إحنا بنتكلم في أخلاقيات، إحنا بنتكلم في شفاء واستنارة النفس واتحاد بالله. فهذا التصنيف سطحي، أصل ده خاطي يطلع برا، وده شرير، وده منحل، وده مش عارف الحاجات بقى إيه اللي بنقعد نسمع عنها الغريبة دي في تصنيفاتنا للناس اللي جوه الكنيسة. ولكن تنقسم الإنسانية في عمقها إلى مرضى النفس وأولئك الخاضعين للشفاء وأولئك الذين شفوا. كل الذين ليسوا في حالة استنارة هم مرضى النفس. ما يصنع الإنسان الأرثوذكسي ليس هو الإرادة الحسنة والعزيمة الجيدة والممارسات الأخلاقية والإخلاص للتقليد الأرثوذكسي فقط، ولكن أيضا التطهير والاستنارة والاتحاد بالله. حولنا واختزلنا المسيحية إلى أخلاقيات، أخلاقيات، قل ولا تقل، افعل ولا تفعل، صلي مش عارف كم مزمور، كله كويس، بس لو أنا مش واعي إن الحاجات دي لازم تساهم في حركة الشفاء وتطهير الأهواء اللي جوايا، يبقى دي هتبقى واقفة على ليفل سطحي قوي، وهو ليفل الإيه؟ الأخلاقي، مش ليفل شفائي. تكون مراحل الشفاء هذه هي غاية الحياة الباطنية التي للكنيسة، كما تشهد بذلك النصوص الليتورجية. طبعا هو في النصوص بالهبل حاطت حاجات كتيرة، هسيبكم تستمتعوا مع ده في الكتاب. أنا بس بدي إيه هنت كده، بفتح نفسكم كده أبيتايزر شوية، المخلل يعني، نفتح نفسكم للكتاب. نقل من الكنيسة وتعريف المسيحية والأرثوذكسية لعلم اللاهوت. علم اللاهوت، فقال لك علم اللاهوت هو علم علاجي. في ناس كتيرة يوه أنا هدرس لاهوت، ما درسش لاهوت أنا خايف، لكن هنا بيقدمه بطريقة جميلة قوي، طريقة تفرح، طريقة فعلا تخلي الواحد يتشوق أنه يدرسه. فبيقول طالما اتفقنا أن المسيحية هي علم يعطي شفاء، يبقى هي طريقة علاج نفسي. فقال نفس الشيء هينطبق على علم اللاهوت، فقال علم اللاهوت مش فلسفة ولكنه علاج شافي بدرجة أساسية. فبيقول أن علم اللاهوت هو من ناحية معينة هو ثمرة العلاج، ومن ناحية أخرى هو طريق العلاج. ليه؟ هو يؤمن أن اللاهوتيين هم فقط أولئك الذين شفوا. هو بيحتفظ بمصطلح لاهوتي مش للي درس لاهوت واللي دخل مدرسة إكليريكية واللي خد شهادة من مدرسة اللاهوت في جامعة مش عارف إيه، اللي هو ما نحن مختزلين النهاردة، فلان إز أثيولوجيان مش عارف إيه. هو بيقولك لا، اللي أسميه لاهوتي هو اللي خمشي المسيرة وحصل على الشفاء ووصل للاتحاد بالله. ليه؟ قالك لأن ده لما هيجي يتكلم عن ربنا هيتكلم من شركة مع الله. عشان كده أثناسيوس قبل ما يكون أثناسيوس قعد كم سنة مع أنطونيوس؟ قعد شوية كده، قعد حبة. وأغلب أبائنا يعني بتوع البرية، مش عارف أبونا يصلح لي، كانوا ينزلوا في المجامع والحاجات دي، كانوا ياخدوهم من مين؟ من أباء مكاريوس ومن أباء البرية. ليه؟ أصل أنت اللي خدت الشفاء، وأنت اللي اتحدت بالله، وأنت اللي دخلت في الشركة، فأنت أقدر واحد تتكلم عن الله.
احنا دلوقتي المقصات مقلوبة، احنا بنتكلم في معرفة نظرية عن الله، فلسفات، لانه مع الاسف اللاهوت الغربي اثر علينا، اللاهوت الغربي السكولاستيك اللي هو المدرسي، نظرية بما ان اذن، بما ان الله مش عارف ايه، اذن اللاهوت عمل ايه فحصل ايه، فده بهدل الدنيا، ضيع الدنيا. وزي ما كنا بنحكي في الاول، القصة مش قصة خناقة، القصة قصة شفاء وعلاج، قصة طريق شفاء وعلاج. فبيقول وهم وحدهم الذين يستطيعون أن يظهروا للمسيحيين الطريق الحقيقي للوصول لموضع الشفاء، علم اللاهوت هو إذن ثمرة وطريقة للعلاج في نفس الوقت. طيب إيه هو العلاج؟ قال ببساطة، إحنا بنقول إنه العقل أو النوز ده أو الذهن بحسب تعبير أبونا أظلم وخضع للأهواء، بقى الهوى هو اللي يقود أفكاري ويقود كل قوى النفس بتاعتي. فقال يبقى هنا العلاج هو عبارة عن إيه؟ علاج وتحرير النوس أو علاج وتحرير العقل من الأهواء. فبيقول هذا المرض هو بصفة رئيسية عبودية وسقوط العقل، عشان كده الاستنارة مهمة قوي عنده، مش وخصص خصص باب كامل للمعرفة في الآخر، عشان في أنواع معرفة تظلم العقل، اللي هي المعرفة مش تعرفين في ماري إسحاق المعرفة الغشة، وفي نسكيات ماري إسحاق تقريبا أو الميامر عمل في الآخر باب كامل عن درجات إيه المعرفة. طب إيه اللي يخلي واحد زي ماري إسحاق المتنسك العابد اللي هو يعني مش لاهوتي بحسب ما فهمنا للمعاصرة، يعني يعمل باب كامل عن درجات المعرفة ويتكلم في لاهوت، لأنه ده مهم، هو هنا حط باب كامل عن المعرفة. فهنا هي نقول إيه، شخص حالة السقوط فيقول إيه اللي حصل فيها. حصل فشل للقوة العقلية في أن تعمل بطريقة سليمة. مش بنقصد بالقوة العقلية أنك تجمع وتحسب وتفكر، مش بنقصد كده، أو حتى فشلت الإدراك، الحس والإدراك والتحليل الروحي المبني على فكر مستنير، دي فشلت في أن تعمل على الإطلاق. اختلاط القوة دي مع وظائف العقل والجسد عموما، كنتيجة لذلك خضوع للضيق العقلي وللظروف المحيطة. آدم في الفردوس كان إيه؟ كان ملك، القوة العقلية بتاعته ما كانتش قوة أنه قاعد يخترع ذرة يعني، لكن كانت مستمدة كلها عقله، كان مستنير من أجل معيته مع مين؟ مع الله، مع الله. آخر حاجة بيحكي عنها هي طريقة الشفاء. فبيقول يجب علينا أولا أن نؤكد على الإيمان الصحيح زي ما اتفقنا، الإيمان يفرق بقى معايا بحافظ عليه زي حدقة عيني، ليه؟ علشان ده هيفرق علاجي. إننا نحن الأرثوذكسيين نعطي أهمية كبرى للحفاظ على الإيمان، لأننا نعلم أنه عندما يشوه الإيمان يشوه الشفاء تلقائيا، خطيرة. نحن المرضى بيقول من أجل ذلك نعطي نحن الأرثوذكسيين وزنا كبيرا للحفاظ على العقيدة بلا مساس، ليس فقط لأننا نخاف من اختلال التعليم، ولكن لأنه من الممكن عندئذ أن نفقد إمكانية الشفاء وبالتالي إمكانية الخلاص. بيكررها كتير. والآن لكي يستطيع المرء أن يشفى يجب عليه أن يشعر أنه مريض. لازم أفهم أن أنا مريض، لازم أفهم أن العملية ضلمت عندي، لو أنا مش شاعر بده مش هطلب شفاء. إيماني؟ إيمانك شفاكي. لازم أعترف الأول أن أنا مريض. عندما لا يكون المريض واعيا بمرضه فلانه لا يستطيع أن يلجأ للطبيب، فمعرفة الذات هي إحدى الخطوات الأولى نحو الشفاء. طب كفاية أن أنا أعرف أن أنا مريض؟ بيقول لا، يجب أن يصاحب الشعور بالمرض إدانة الذات التي هي عطية تبكيت الذات العظمى، فهي تظهر أنه يوجد تواضع في النفس، لأن التبكيت الذات يكون إيه؟ ملازما. وبيكمل بيكمل بيقول على كل الأحوال يحتاج الأمر لمعالج أيضا. طب أنا مش هخف من نفسي، انا العقل المظلم النوس المظلم ده، انا مش يعني ايها الطبيب اشفي نفسك، مش هينفع. فبيقول هذا المعالج هو الكاهن او الاب الروحي، وهنا بيحط مسؤوليه كبيره قوي على الاباء في الكنيسه والخدام، انه لابد ان يشفى هو اولا من امراضه الخاصه، او على الاقل يكون مجاهدا لكي يشفى، ثم يشفي هو ايضا اولاده الروحيين. لقد قلنا من قبل ان يجب على الأب الروحي أن يكون لاهوتيا، والعكس إيه؟ صحيح. واللاهوتي لازم يبقى أب إيه؟ روحي. الاثنين. إننا على أي حال نعلم أو نعلم أن نعمة الله لا تنتقل بطريقة سحرية أو ميكانيكية، ولكن بطريقة سرائرية. كتير مننا بيتعامل مع سر الاعتراف على إنه تعويذة، سامحوني. الحل إيه؟
وغير القعدة. قعدة دردشة، لكن الحل بالنسبة لي هو التعويذة السحرية اللي هتعمل ايه؟ تخلصني من خطأي، هاخد الحل بالتعويذة. سابونا يحط الصليب كده ويقول الكلمتين تعويذة، خد الحل، خد التعويذة. طيب عصاية سحرية كده، هحط لك العصاية السحرية الصليب ده على نفوخك كده وقرأ لك الحل، مش كده؟ ده مش صحيح. هستفيد انا ايه لو مفيش شفاء؟ لو مفيش يعني، بيحكي في كتاب بقى حتة جميلة قوي من أقوال الآباء، قاعد يوصف ويستطرد في المكوى بتاعت الدكتور، الكي والمرهم والضمادات والبتر، ويقول لك قاعد يحكي، يقول لك الدكتور ده عنده تولز وأدوات أشكال وألوان وطرق علاجية، الكاهن ده معالج، ده جراح، ده دكتور، ومراهم للخلاص ودواء لمش عارف إيه وقصص. فالقصة مش قصة أبونا معلش بس مش فاضي اعترف، بجيلك اسبوع جاي اقرا الحل بس بسرعة كده عشان نتناول، وبعدين نرجع نقول إظلام العقل. مفيش طبعا، هيضلم من الصبح. بيقول حتة مهمة: صحيح أنه حتى الكاهن العديم الاستحقاق يستطيع أن يؤدي الأسرار، ولكنه لا يستطيع أن يشفي. يعني هنصلي قداس والأسرار هتتحول ويبقى جسد ودم، لكن لو هو مش مشفي مش هيقدم شفاء. لو أبونا نفسه بيمارس القصة على مستوى تعويذات بقى وحاجات كده آلي أو مستوى ميكانيكي أو روتيني أو الله من أمانته ومحبته قال جسد بيتحول وكل حاجة بتحصل، لكن بنرجع نشتكي إن إحنا بننفخ في قربة مخرومة مع عيالنا وبنحاول ونعافر فيهم ونعمل ونعمل ونقول، وأبونا يوعظ ويعيد الوعظ ويكرر ويقول ويأتي، محدش بتغير. ليه؟ احنا عاملين زي اللي بيدي قرص الاسبرين اللي يعالج الايه؟ الصداع، المسكن، مش بنعالج الايه؟ الجدر بتاع المرض نفسه. بيقول ان غفران الخطايا شيء، ولكن الشفاء شيء ايه؟ اخر. بيشير طبعا للنسك انه احد الوسائل المهمة جدا كوسائل علاجية، هي مش رزالة ولا نوع من انتوا غاوين تعذبوا جسدكم، وكان عندكم الانباب شوي بيربط شعره في البتاع ده بيعذب روحه، ده مسوخي ومش عارف ايه. لا، قصة مش كده. غصب النفس على ممارسة ضبط النفس والحب والسكون تبيد الاهواء المختفية في داخلنا. هي قصة انساني العتيق ده، الخبيث الشرير اللي جوايا ده، الانسان العتيق ده قلب الانسان اخدع من كل شيء وهو نجيس. انا كل الحدوتة ان انا بستعمل كل الطرق عشان أروض هذا الإنسان العتيق وألبس الإيه؟ الترويض، اللي هو اللي بولس الرسول دايما يحكي فيها، الترويض، أقمع جسدي وأستعبده. فدي فكرة إيه؟ النسك. بيتكلم عن الممارسات النسكية الخمسة، هي علاجية، اللي هي السهر، الدراسة، الصلاة، ضبط النفس، السكون. السكون طبعا مش عاد ساكت، يعني السكون ده كتب ومناهج وقصص عن الهدوئية أو السكونية يعني. وبيتناول كل واحدة فيهم بتفاصيل ودورها في الجزء إيه؟ العلاجي. ده كان الباب الأولاني اللي بيتكلم عن العلاج إيه؟ النفسي، أو المقدمة للموضوع. أوكي. هننقل بقى على الباب الثاني اللي هو البهريز الجميل بتاع المعالج الأرثوذكسي. انا ببص على باقي الكهنه، بس هم مش كهنه بس، يعني الكهنه والشمامسه وكده يعني. فبيقول زي ما قلنا قبل كده، الناس يشعرون اليوم ان وظيفه الكاهن هي تمكينهم من المشاركه في الاسرار المقدسه، فهم يشعرون انه دعي من الله كخادم له، بحيث يستطيعون ان يعترفوا بخطاياهم ويحصلوا على الحريه الروحيه. صحيح. إنهم يشعرون أنه وكيل الله المدعو للصلاة له حتى تتبارك أعمالهم وما شابه ذلك. رايح امتحان، عدي على أبونا، صلي لأبونا عن امتحان، أبونا رشم لي العربية الجديدة ورش لي مية، كويس، كل ده كويس، بس بختزل أبونا قوي. هنا بيرقي دور أبونا قوي، دور علاجي للنفس، شافي للنفس. بالتأكيد لا يستطيع أحد أن ينكر أن الكاهن سوف يفعل هذا العمل أيضا، ولكن يبدو أن الناس عادة ما ينظرون للكاهن كما لو كان ساحرا، لو جاز لي هذا التعبير. أبونا هيصلي، أبونا صلي لي، صلي لي عشان الموضوع، أبونا هيصلي هتحصل معجزة. لأننا عندما ننظر لحياة العبادة مفصولة عن الشفاء والعلاج، فإنها تكون أكثر ميلا لأن تكون ضربة من ضروب السحر. هي مش سحر، كأنها شكل من أشكال إيه؟ التعويذة السحرية اللي هصليها فهخف وهيحصل لي إيه وهيحصل لي إيه. على أي حال، فإننا لكي نوضح الأمور نكرر أيضا أن الكاهن هو طبيب روحاني بحق،
يشفي أمراض الناس، ويجب أن نضع العبادة والأسرار داخل طريقة الإيه؟ الشفاء والعلاج. الكائن في كونه أب اعتراف هو معالج بدرجة رئيسية، فسر الاعتراف ليس مجرد حل شكلي زي ما كنت بحكي معاكو، وخصوصا كما في الأسلوب الغربي من الاعتراف. ليه في الأسلوب الغربي؟ في الغالب في كرسي الاعتراف ده أصلا الكاهن مش شايف اللي بيعترف، في ستارة unknown مجهول anonymous. فالمحصلة في الآخر طب أنا هتابعه إزاي؟ يعني أنا لو دكتورة مثلا بيجي لي عيان، ببقى عندي ريكورد للعيان وببقى عارف ده كذا وكذا، وما هيجي استشارة الأسبوع الجاي أنا عارف كتبت له الدواء، طب الدواء ده نفع ولا منفعش، طب أكتب لك دواء تاني، في فولو أب، في متابعة. لكن الفكرة بتاعت كرسي الاعتراف وإن الواحد مجهول حفاظة لماء وجهه بتفقد الاعتراف، عنصر الخجل اللي هو مهم كنوع من الكي، كي ده له دور، والفتح بتاع النفس اللي بيكوي كده حاجة في النفس، وفي نفس الوقت بيفقد حتة متابعة أبونا. يعني لما أنا كل مرة هقعد اعترف بنفس خطيئة بقالي 20 سنة، أكيد أبونا هيبدأ يغير في إيه؟ إرشاداته وتوجيهاته. فعشان كده هو بيعترض شوية على الأسلوب الغربي، كما لو كان الله غاضبا ويطلب إيه؟ تكفير. إنه أكثر من ذلك، فسر الاعتراف جزء من العملية العلاجية. يوجد العديد من المسيحيين الذين يمارسون سر الاعتراف على مدى سنوات عديدة، ومع ذلك لم يشفوا من أمراضهم الروحية، وما يساهم في ذلك هو جهل الناس وعدم معرفة إيه؟ الرعاة. ممكن واحد يكون بيعترف مرة كل شهر ولا كل شهرين بقاله 20 سنة، ويقول لك يروح عند أبونا يقول له إيه؟ أبونا هم زي المرة اللي فاتت، الحبة اللي قدسك عارفه شرح. اتفضل يا ابونا، هو كده هما دول. اكيد ده بعيد تماما. ناخد اسئله. لو طبقت استراتيجيه المقابلات الدفاعيه في الاعتراف، تاني انت بترجعنا لفكره الطب النفسي التقليدي اللي هو المشورة والمقابلات الدفاعية بتاعت المشورة. واحد ما عندوش دوافع، فأنا بستعمل تاني ده علاج سيمتوماتيك، ده قرص الأسبرين. احنا تعريف المرض هنا توتالي مختلف، تعريف المرض والشفاء مختلف. أنا عايز اتحرر من الهوى. يعني هقولك على حاجة، أنا مثلا ممكن أديكو وديت ده كتير، اديت ورش عن الأنجر مانجمنت، إدارة الغضب، مش كده؟ إدارة الغضب وخد بالك وأشكال الغضب 5 ومدعمات الغضب ومش عارف إيه للغضب، ونحكي في ده كتير وبنطلع نطبقه مع الناس وبيبقى فعال، بس المدة صغننة، مدة صغننة، وبعد شوية يرجع الشخص يقولك إيه؟ أنا رجعت أغضب تاني، أو يعني يتحكم في غضبه. لما أفهم بقى بالفكر الشفائي العلاجي بتاعنا ده إن الغضب ده واحد من الأهواء الثمانية اللي نتجت عن السقوط والفساد وإظلام النوس، ويبدأ يبقى في منهج علاجي شفائي روحي بالفكر بتاع إيروثيوس دوت وفكر الآباء، واكتشولي فكر الآباء، يبقى أنا بعالج الهوى من جدره ومن تحت. إيه بقى جدر الغضب؟ ذات. جدر الغضب محبة الذات، لأن أنا لو متواضع ما عنديش حاجة تغضبني، ما عنديش توقعات. في الفكر علم النفس والمشهورة يقولك إيه؟ الغضب ينتج عن ان في توقعات انمت، ما عندي توقعات ما تحققتش او ما تنفذتش فبغضب، مش كده؟ ده تعريف الغضب في الفكر العلم النفس بتاعنا، انه انا عندي توقعات لم تحقق، فالتوقعات لما ما تحققتش غضبت. طيب ده على الليفل ده، لكن الليفل الديبر اكتر بفكر الاهواء، ان الذات بتاعتي مش قابله خساره فبغضب، فكره الذات، صح؟ ففرق كبير قوي بين المدخلين، مدخلين توتالي مختلفين، واخد بال حضرتك؟ فلو انت عايز ابونا عاملك على مستوى المقابلات الدفاعيه اتس جود، مش وحش، بس هيبقى عندك القصه مزمنه. يعني ابونا هيديك مسكن مرهم بس كده، اوقات كده ما بقى عندنا الحروق والحاجات دي يدونا مرهم او حاجه فيها مخدر، بس اول ما يروح مفعوله بيحصل لي ايه؟ بيرجع الالم تاني. فكل واحد ويختار بقى اللي عايزه، اللي عايز يشتغل على ليفل ده يشتغل، اللي عايز يشتغل على ليفل ده يشتغل، وكل واحد بقى ايه وراحته. لا، طب النفسي ناجح مع المرضى النفسيين،
هرجع تاني، هو نفسه بيقولها في الكتاب، في مرض نفسي مسؤول عنه كيمياء في المخ، الفصام، سكيزوفرينيا، حاجات بالوراثة، وسواس قهري، اكتئاب، اكتئاب مرضي بسبب لخبطة في السيروتونين والحاجات دي، دي أمراض تعالج بأدوية وعلاجات، هو نفسه بيقولها. لكن أنا بتكلم على الصراع الوجودي اللي الإنسان المعاصر تعبان فيه. حتى أنا اقتبست جزئية كده حطها في ظهر الغلاف من ورا، عبارة عجبتني قوي، قالك إن كل حضارة هي حضارة تنادي بفقدان القلب. هنا القلب اللي هو النوز، كل حضارة هي حضارة تنادي بفقدان النوز، ولكن الشفاء والعلاج إن إحنا نرجع نسترد إيه؟ تواصلنا مع النوز الجواني بتاعنا ده، إنسان القلب الداخلي بتاعنا، تمام؟ فالطب النفسي موجود كأمراض، بيعالج أمراض وبينجح في علاج أمراض، واخد بال حضرتك؟ الكاهن في كونه أب اعتراف هو معالج بدرجة رئيسية، زي ما قلنا من شوية احنا قريناها دي اعتقد. يوجد العديد من المسيحيين الذين يمارسون سر الاعتراف على مدى سنوات عديدة، ومع ذلك لم يشفوا من أمراضهم الروحية، وما يساهم في ذلك هو جهل الناس وعدم معرفة ايه الرعاة. هندخل هنا على متطلبات دور الكاهن المعالج، وقال إن اللي بيتمم الشفاء الحقيقة هو روح القدس. من خلال مين؟ الشافي الحقيقة، الطبيب الحقيقة هو روح القدس من خلال أبونا، وبالتحديد هي نعمة الثالوث القدوس. فالكاهن هو خادم هذا إيه؟ الشفاء. عبارة بحبها قوي، الكاهن هو خادم الشفاء، مش خادم العدل، ولا خادم العدل الإلهي، ولا القضاء الإلهي، ولا قاضي، هو خادم شفاء، هو خادم شفاء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نعمة الله تعمل سوي سريا في الكاهن، وهو يعرف بالخبرة هذا العمل الخفي لنعمة الله. طب إيه المتطلبات الرئيسية للرسامة؟ حدد إن في متطلبات إيه قانونية لأي شخص لكي يتلقى النعمة ولكي يمارس إيه الوظيفة. فبيقول إنه بيعمل ربطة جميلة قوي، هو بيقول إن المراحل النمو في الحياة الروحية ثلاثة: المرحلة الأولى التطهير، المرحلة الثانية الاستنارة، المرحلة الثالثة هي الاتحاد بالله. والتطهير بقى يحكي ان دي بتبقى بتاخد اغلب الوقت، ودي الاصعب واللي فيها جهاد، لانه بنقاوم الاهواء ونتطهر من ايه؟ من الاهواء. ولما بيوصل الانسان لمرحلة التطهير، وطبعا جايب اقوال اباء بالهبل على الموضوع ده، هتقروها في كتاب، بيدخل في مرحلة الاستنارة، وما يدخل في مرحلة الاستنارة بعد شوية يعلى في يعلى ينمو فيها، يدخل في مرحلة الاتحاد بالله، وكل مرحلة جواها ايه؟ نمو. فربط ربطة جميلة قوي، قال إحنا عندنا درجات الكهنوت ثلاثة: الشماس والكهن والأسقف. فقال لك الشماس على الأقل لازم يكون حصل على المرحلة الأولى بتاعت التطهير، والكهن على الأقل يكون في مرحلة استنارة، والأسقف على الأقل يكون في مرحلة الاتحاد بالله. إحنا نستأذن كلنا. فبيقول علشان تعرف تدي شفاء حقيقي وتساعد حد كأبونا، احنا يعني الشماس، يقول لك الشماس برضو ليه دور، الدياكونية ليها دور، الشماس يوبخ ويعلم ويفسر وبيعمل حاجات كتير. فبيقول لك اتليست يكون عدى التطهير. فلو عايزين نرجع أصولنا الحلوة بتاعت زمان، فما ينفعش بقى فكرة شماس لم يتطهر من أهوائه، وشماس غضوب، وشماس طماع، وشماس شهواني، وشماس بيعكس بنات الكنيسة، وعنيف، وشماس بيزعق، وشماس بيشرب سجاير، وما تنفعش. واشتكي يا ابونا، مش مشكلة ابونا بقى، عديها ابونا. اخدت فاكسوني، اخدت فاكسوني. فهو الحقيقة جايب ده بقوة، ورابطها بأقوال الأباء، إنه أتليست الشماس يكون اجتاز التطهير، هو مش هيقف عنده، هو بينمو، بس على الأقل يبقى عمل ده عشان يعرف يساعد غيره. وإلا أيها الطبيب إيه، اشفي نفسك، أو أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما فين؟ حفرة. وده يخلينا لو رجعنا صح بقى للأصول الأبائية بتاعتنا، إنه التدقيق في الاختيارات، مش بس اختيار الشماس، اختيار أبونا، واختيار الأسقف، علشان يمنح شفاء ويساعد على منح ايه هذا الشفاء، ان يكون هو نفسه ايه، والا هينقل امراضه لمين؟ للناس المرضى بتوعه اللي جايين له. احنا كلنا مرضى، كلنا بنروح بنطلب الشفاء، فالامراض بتاعته هتنتقل ايه للي تحته.
فبيقول إيه؟ الأسقف والكاهن والشماس ليسوا مجرد أشخاص مرسومين لكي يتمموا الأسرار، ولكنهم أطباء روحيون يساعدون الناس على التطهر والتقدس وعلى التقدم نحو الشركة مع الله. لقد كتب القديس سمعان اللاهوتي الجديد قائلا أن المرء يستطيع أن يمضي في إقامة الليتورجية عندما يقيمها بين قوسين بضمير يخص قلب طاهر لمجد الثالوث الطاهر والقدوس والنقي، عندما يكون قد رأى المسيح ويقود قد نال روح القدس ويكون قد أتى للآب وسيطة هذين الاثنين. ربنا معنا. الدخول في الكهنوت هو إذن دعوة واضحة من الله. هذه الدعوة ليست مجرد إحساس غامض بالدعوة من الله لخدمة شعبه، ولكنها الثقة في القدرة على رعاية الناس من خلال تحول المرء ذاته ليكون قادرا على رعاية الناس التي هي بصورة رئيسية شفاء الناس. وبالتالي فبدون شفاء لا يستطيع شخص ما أن يصل لله ولا يستطيع أن يرى الله. عارف قدسك عندنا المثل البلدي الجميل بتاعنا يقولك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. لازم الكاهن يبقى مجرب، والمسيح في مواقف تقال مجربا يقدر يعني مجربين. هو ليه المسيح خد كل حاجة بتاعتي؟ عشان لما يديني الشفاء بيديها لي عن ايه؟ عن خبرة وعن واقع، واختبر كل حاجة. فأنا كأبونا اختبرت السقوط والتطهر وخضعت لأهوائي وجهدت وعفرت مع أهوائي ووقفت اتخنقت مع ربنا وعشت النسك وصمت وجهدت وعملت زي يعقوب واتخنقت ومش عارف ايه لحد ما خدت النصرة وطلعت. لما اجي ادي ارشاد لابني مش بديله ارشاد من الكتب. هو مصيبتنا سامحوني احنا بقينا، كان حد من الاباء الصبح بيتكلم معايا بيقولي احنا بنكون وبناخد دورات في الادمان وبناخد في ايه، كل ده كويس بس كل ده نفخ، العلم ينفخ. التكوين يفرق كتير قوي عن الدورات والمحاضرات، التكوين شيء مختلف. طب انا هقول لك على حاجه، ينفع ان انا ما اكونش دكتوره وما دخلتش الطب وما اشتغلتش ورحت قريت كتاب عن كيف تعالج امراض الكبد وتشخص امراض الكبد، وجيت لي بعد الشر بعد الشر عليك تقول لي انا عندي مشكله في الكبد، طب استنى ثانيه واحده كده، رحت فاتحه الكتاب، يبدو ان الاعراض اللي عندك تشابه اعراض التهاب الكبد الوبائي، ويقول الكتاب ان انت علاجك تاخد حقنه مش عارف ايه وانترفيرون ومش عارف تاخد ايه، هتخف؟ هو ده اللي انا بقوله. بيعالج مش بيعالج؟ هقولك ايه الفرق بقى بين ابونا بيقولك نفس الكلام وبتتأثر بيه وبتعيشه، وابونا بيقولك نفس الكلام وتطلع ودنك من زي من تين ودن من عجين. عارف ايه الفرق؟ ده يتكلم عن خبرة وحياة معاشة. انت فاكر ابونا بشوي يعني كان ابونا بشوي كامل كان دارس، يعني كان دارس شوية في تربوة مش كده؟ كان دارس شوية في تربوي، بس ما كانش حاط الدين نمرة واحد زي اللي حاصل اليومين دول، كان منقاد بروح قدس. فكما كان يدي إرشاده يدي إرشاده من إيه؟ خبرة، تجربة، خبرة عملية مع الله، مسيرة مع الله. يا أبي تفضل. تسمحوا لي بس أعقب على الجزئية ديت، لأن النهاردة المحاضرة ديت أنا بس عايزكم تتنبهوا أن المحاضرة ديت لاهوتية آبائية ليتورجية نسكية بامتياز. يعني ايه؟ تصوني اتكلمت عن مفهوم الشفاء. كلمة الشفاء في اللاهوت تعني الخلاص، وكلمة الخلاص يعني سوتيرية، سوتيرية يعني نجاة مش كده؟ يعني غفران. اللاهوتي في عند الآباء الأولين ليس الذي لديه شهادة من معهد سيرجيوس في فرنسا ولا من فلاديمير في أمريكا ولا من أي جامعات، أنا لا أقلل من المعرفة الذهنية، لكن اللاهوتي هو الذي يصلي، اللاهوتي هو الذي يسجد، اللاهوتي هو الذي يصوم، اللاهوتي هو الذي، إذن اللاهوتي هو الذي قد شفي زي ما تصوني بتقول. فإذا الشفاء ده نمبر وان، لأن المسيحية ليست أخلاقيات فقط،
وليست أعمال خيرية اجتماعية فقط، لكنها هي الخلاص، وهي دي فرادة المسيح المخلص. احنا المسيحية ليست ايديولوجية، والمسيح قال لنا الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة. اذا مسألة الشفاء دي نمبر وان للانسان المسيحي، ودي تيجي ازاي؟ بالثلاث خطوات اللي تصوني ذكرتهم، اللي اخدهم اسمحي لي مع كونك متخصصة ودكتورة وفي العلوم النفسية، لكن اريد ان اقول ان هذه الافكار هي مأخوذة تنظيريا من فكر الآباء ومعاشة من خلال خبرات القديسين. ولذلك تصوني قالت حاجة جميلة جدا، يعني لما تلاقي مثلا كتاب كبير جدا مثلا زي بستان فردوس البرية أو فردوس الآباء، ده كله عبارة عن شذرات آبائية، كلمة منفعة، كلمة منفعة عبارة عن كلمة واحدة مش محاضرات، وهذه الأقوال أقوال إلهية لأنها أصلا مختبرة، لأنها أصلا هل قديس سلوان الأسوسي ده أو الأبونا اللي كتب أمسية في جبل آسوس، لو قريته مثل هذه الكتابات، هذه الكتابات لا مثيل لها في لا مثيل لها في الأدب العالمي، ولا يستطيع أي أديب وأي فيلسوف مهما كانت درجته العلمية أن يتقارب مع مثل هذا الفكر اللي بنسميه سامي وصافي وسماوي وغير كاذب. فهذه معرفة مختبرة. واحد بالكاثاريسيز اللي هي التطهير، اللي هو احنا بنعترض على الصوم وبنعترض على الانقطاع عن الطعام وعن خطايا اللسان، ما هو ده التطهير وهو ده الشفاء. وبعد كده بعد ده بناخد احنا الاستنارة، الذهن يستنير. عارفين يعني ايه الذهن يستنير؟ يعني يرجع الى حالة ادم ما قبل السقوط. الخطية في عند الاباء هي التشرذم، والشفاء الخلاصي عند المسيح هي الانجماع اللي بنقول عليه تجمعي فيا يا كل حواسي. الانسان ما يبقاش منقسم على نفسه ومتخاصم مع نفسه ومتخاصم مع محيطه، لأنه متخاصم مع الله. وبعدين تأتي مرحلة الاتحاد بالله في صفات الكاهن. صفات الكاهن هنا هو لا كان في الكنيسة عندنا، الكنيسة القبطية إلى زمن قريب كان ليس كل كاهن حديث لديه إمكانية أن يمارس، أن يكون معرف أو يعني أب اعتراف، ولكن كان يعطى ده بسماح في زمن معين ان الاب الكاهن ياخد برميشن ان ياخد اعترافات. ليه؟ عشان يكون زي ما قالت تصوني، يكون ده التطهير والاستنارة ومتحد بالله، ومن ثم ينقل المعرفة. انا شفت الله ينح نفسه ابونا بشوي واخدت بركته وصليت معاه على المسبح وانا صغير. عايز اقول لك ان مجرد رؤية ابونا بشوي كانت مشفية. ليه؟ لانه هو بينقل حالة ادم ما قبل السقوط، لانه عاش الملكوت هنا على الارض ومارس الشفاء هنا على الارض. احنا مش بنقول على ماكسيموس دومانيوس تآنس بالوحوش. تعرفوا يعني ايه تآنسوا بالوحوش؟ يعني تصالحوا مع الوحوش. تعرف يعني ايه تصالحوا مع الوحوش؟ يعني وصلوا للدرجة بتاعت ادم ما قبل السقوط. فتخيل مثلا ماكسيموس دومانيوس الشباب اللي هم جم من بلاد الروم وقاعدين في المغارة، حواليهم الأسود والنمور، دي سامحوني مش فردة صدر يعني ولا عضلات، ولا هم كانوا مدربين في السيرك أبدا، لكنهم تصالحوا مع الطبيعة إلى حالة آدم ما قبل السقوط. هو ده المقصود بالشفاء. تسمحي لي تصوني ناخد 10 دقايق، ناخد 10 دقايق لو سمحتم، في مشروبات بره تتفضلوا تشربوا بره، بس ارجو نبدا على طول. تفضلوا استريحوا.